على العافية. بدنا اليوم نسوي لكم حلقة شلبية من تراثنا العربي الفلسطيني الكنعاني الأصيل، حلقة اسمها المشاط في برنامج على العافية. وبنقول نبلش نقولكم الشو التقدير الشلبية. هل كيت بنجيب لنا راس قنابيط زي هيك شايفينه، وطحين وبصل وبيض وشغل رسمي، وبدنا نبلش فيها. هذول هن المقادير اللي عنا. هل كيت بدنا نوقد النار ونبلش نسلك القنبوطة ونقول بسم الله. انت بدي اولع النار وانت قطمي لي هذا عبين ما ندك النار ونبلش في الشغل الرسمي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اولع هالنار، اجيب لي حطبتين يا رب. يا الله عفوك ورضاك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طحين وكمون وبيض وراس بصل وضمة بقدونس وملح. هاي هي المشاط. هلا في عجة، العجة بتختلف، العجة غير عن هذا، فيها اختلاف. احنا خلينا العجة ما فيها زهرة، فيش فيها زهرة العجة. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبنحط هذول هان، وخلينا احنا بلاش تشثر هيك، بدنا نسوي لنا منشم قرص نفطر عليه ونروح. وهذه حياتنا وهذه حياة جدودنا، هيك بقت الناس عايشة. احنا بدنا نحط على قد الطحينات الزهرات، احنا مش رح نسلقهم كلهم. بدناش حطي لي فيها النار هان عبين ما نزكها منشم حطبة، خليها تدهرب. يا الله، لا هالكتب الدهرب وعلى السريع ان شاء الله. احنا هلا بدينا في سلق الزهره. بكفي هيك ايوب؟ بكفي. معي شو رح نحطهم كلهم؟ ليش نكثر؟ بدنا اخلي هدول على جنب. هلا بنستنى لحد ما النار تحمى، وبعد ما تستوي سلقه الزهره بنحط كل مكوناتنا فوق بعض. هلا خلال ما تنسلق الزهره انا بدي افرم راس البصل واشتغل فيه ضمت البقدونس وافرمها. عشان الوقت على السريع توكلي على الله. وانا هيني حوالين النار وبقوي في النار، لان هذا المشاط بده نار قويه. بدي اسلك شويه شغل عشان. يا الله، فرمها قاعدة ب فرمي يعني مش شرط تكون كتيرة صغيرة ناعمة. وهي النار، دكت النار، وهي ان شاء الله على السريع. شو كنت انت بتسوي؟ خلي الناس تفهم. انا هلا لحديت ما تنسلق الزهرة انا بدي افرم البقدونسات وافرم راس البصل. طيب فرميهم. تكون الزهرات غليوا ولما بلشوا يستوا انا بعرف، يعني لما بنفرجيهم للكاميرا كيف استوت الزهره. والناس كيف تعرف انها استوت الزهره؟ هلا الزهره طبيعتها يابسه، اصلا طبيعتها تكون قاسيه، لما تستوي بتصير لحالها بتفغش بالاصبع. طيب فتفت. احنا المهم يطلع الليش زاكي، خلينا نوتر ونمخر. لا اكيد هاي اكله زاكيه، هذه اكله زاكيه من التراث العربي الفلسطيني الكنعاني الاصيل، خاصه بالشتويه مع زيت الزيتون. يا الله، يعني احنا بدي انا ابدي الذبان اللي يشرد.
الشهر انت اللي راح تشرد. ها؟ انت اللي راح تشرد. احنا بنستنى فيها تغلى المي. احنا بنستنى عبين ما الست تفرم البقدونس والمي تغلى. هي اصلا ما دام استوت الزهره ما دامها انسلقت واستوت خلص يعني اكلتنا كلها بس بتصير تطبق ونقلي مباشره. ان شاء الله تزق كل شويه نار عشان ايه الاشي الشغل يمشي على السريع. ها يلا هو في بعد النار والاكل على النار والطبيخ على النار بكت هيج زمان الناس عايشه ومبسوطه. صحيح زمان الاشي بك يتعب بس يا عمي بك زاكي. انا هيني بدي افرم. فرم 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 وحطيهم على الشكة. افرمهم. عندك الصحون الهند؟ جبت. طيب منيح منيح منيح. اكيد طبعا. يعني هذه الأكلة معيرة يعني كل إشي بيسوا مع بعض كل إشي يعني ما بتخلص. هذولاك تفرم وتجهز هلا الزهرة مستوية. خلينا نسخننا شوية مي. بدها مي نسخني مي؟ لا مي فاترة ما عادي الحنفية. لا ما خلي هالميات احنا بدناش نعجن. احنا عادي مي عادية من الحنفية. مش مي سخنة ولا مي بتغلي. ما بدها مي سخنة ولا مي بتغلي الا اذا بدك تعمل كاسه شاي. بنسوي كاسه شاي. بنسوي كاسه شاي خلينا نشرب ونمخخ. هي بدت هذه تبربج وهي احنا ان شاء الله على السريع. وهلا بدي بعد ما فرمت البقدونسات بدي افرم راس البصل. بسم الله. اللي بحب البصل بزيده يعني كل واحد حسب شو رغبته. الثم ما يريد البصل. البصل البقدونس الكمون حسب شو كل واحد بحب. وهذه أكلة شتوية يعني الكل كانت الحالة عليها. وزمان بكوا يسووها بزيت بلدي. اليوم بطل حدا يقدر لها بالزيت البلدي لأنها بدها معدة قوية تتحمل. فعلا لانه زيت زيت الزيتون من كثر ما الناس بطلت تاكله مثل زمان بطلت حتى تتحمله في الاكل مع الزيت والزعتر. لا بطلت تحمل الناس تشرب زيت الزيتون من قله استعماله. وانا هيك بصلاتي جهزت. هاي البصل جاهز وهي البقدونس جاهز وهي كل شيء جاهز. وهذا هو شغلنا الرسمي واللي بدنا نبلش فيه. ساعة الشغل الرسمي يا جماعتنا يا حبايبنا ما بلشش. بعدين بقولش ما قلتش بلش الشغل الرسمي. وهي القنابيط استوين. هاتي اكلعهن نشوف بنوريكم كيف استوين. شايفين؟ هاتي هاتي شوف. هاي القنبوطة ها من طولهن هان لازم تفتفت. لازم تفتفت ها؟ لازم لما الواحد يمسكها تفغص بايده. تفغص في ايده. وإذا ما فغصتش فيها ده بزبطش تكونش مستوية أصلا ولا. وهي إحنا بدنا نكلعهن عن النار. طيب هلأ أنت طول الزهرات وأنا بدي أحضر يلا. كل مقاديرنا وأحطهن. حطي هكذا تشيل المقادير عندك عبين ما طول هذول. يا رب
طبعا اول اشي بدي اعمله بدي ادير الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هذول هان هيك مستويات وجاهزات، وخليني اقيم هالطنجرة. هينها ايوه هاي هان هينها سلم ايديك وخلينا نقيم. وبدي احط النارات هالطنجرة البقدونسات والبصلات. بدنا نحط لنا بريك هالشاي عبين ما تخلصي شغل. رش الكمون. الكمون شو بتسوي هالكيته؟ حطيت الطحين وحطيت البقدونس والبقدونس والبصل والبصل والكمون والكمون. بدي احط الملح. هلا الكمون نكهته زاكيه فيها، لما تحطه ببين طعمه فيه كويس، يعني بيعطيه طعم زاكي كثير. هلا والملح طبعا حسب شو الواحد بحب، يسم وما يريد، ملح زياده ملح ناقص عادي، بس هو الافضل انه تكون ملحته وسط. حطينا كل المكونات الناشفه في بعض في بعض. هلا شو بدي اعمل؟ بدي احط البيض. الزهره ما بديش احطها هلا. ليش؟ من كتر التحريك بتفتفت في زياده ما بتبين. فلما بدي احط الميه واخلطها كويس بحط الزهرات عشان تضل اجزاء من الزهره واضحه في قلب قرص العجه. طيب هلا بدي احط البيض. ايش تحطي؟ انا كنت ناوي اجيب اربعه بس انت حطيت واحده زياده. خلص حطي خمسه. هلا البيض، شو سر البيض فيه؟ شو بخلي البيض؟ البيض بخليه ينفخ لقرص العجه. البيض بخليه ينفخ للعجه، شايفين؟ بيساعد على انه ينفخ. هاي خلطنا التخليطة جاهزة، هيك خلطتهن جاهزة جاهزة. هلا والثم بدي ادير وما يريد شو المي. مي بدي ادير المي. طب ديري شوية مي، بهمش باردة سخنة بهمش، مش مشكلة. مية فاترة يعني مش شرط. مي فاترة. يلا هلا الطحينة لازم لا تكون جامدة ولا مرقة كثير. هلا بفرجكم كيف بدها تكون عجينتين. احتمال عاوز شوية مي بعد اذنك. بس يا ابو جهاد جيب لي شوية مي. خذي منها. هي هي مي، هي مي من البريق. مش سخنة لا مش سخنة منيحة. ما لحقتش تسخن. كيف هي انعزنا معناتها خليني احمي الزيت. بدها وقت تخمر؟ بدهاش وقت. لا 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 اصلا هاي مش ما بتعوزش خميره. طب ما بتعوزش فيها خميره نهائي. معناتها خلينا ناجل موضوع الشاي ونبلش في نسوي نسخن الزيت عشان الوقت. هلا شو بدي اعمل؟ بدي احط الزهره. بدي افتفتها بس شوي هيك عشان اديرهم. واخلط. هلا بدي افتفت شويه عشان برضه ما يضلش مقطميها. بس انه مش انها تدوب على الاخر في العجنه. معلش تحط لي شويه مي. هاي المي خذ هاي المي عشان بسم الله تكون طريه ملحلحه شوي. خليها ملحلحه. خلص. وهاي هيك وهي هيك. هلا عجتنا جاهزه للقلي. جاهزه للاكل. للقلي مش للاكل. للقلي هذا هو الشغل الرسمي. بعدين كنت نبلش في الشغل الرسمي. ناوليني هالزيتات جاهزه انت؟ انت اقرب مني على الزيت لو سمحت. قوم خليني اجيب هالزيتات بس ادوق. دوقيها. بدها ملح بدها شغله عامله. خلينا نحط ملحتهم ممتازه. وهي احنا بدنا هالكيت نصير نكلي وين؟
تيقدح الزيت؟ تيقدح الزيت. بنبلش؟ نبلش كلي إيه؟ إن شاء الله. نبلش إن شاء الله. وبتشوفوا غير من آخر الدنيا الواحد يشم ريحتها من زكوتها. طبعاً هي على النار. على النار. أكيد. وهذه ناس أكلة مفضلة عند ناس وناس، هذه اللي بيعرفها يمزجها. ونكهتها سبحان الله لما تكون على النار وعلى الحطب غير لما تتسوى على الغاز. شو نكهتها على النار غير شكل؟ إلى طعم. وهل بلش الشغل الرسمي؟ هي احنا بدنا نبلش نكلي فيهن على الزيت، الزيت كدح ونقول بسم الله، الله يديمها من نعمة يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله يا عبد الرحمن؟ شايفين ما شاء الله؟ حط حط أخرى واحد، حط 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 النار حامية، حط حطي. شوي. هات المعلقة شوي. حط أخرى واحد. لا صعب. صعب؟ وهذا هو المشاط الرسمي. أخفف النار؟ شوي لأنها كثير حامية. بدي أخفف النار شوية. هيك بديش ينش عطن. نشبنا يعني يستوي من جوا. ما جبت معي شوكة. هاي هلكيت هانها. وهذا هو. ما قدرتش أمدن يا أيوب. لازم ينمدن. ما مدين شو؟ أجا مش كعبل. مش مشكلة. ما هي النار بكت حامية عشان هيك احنا ما تحكمناش في الشغل الرسمي. ولا في الطور في الغازات بيطلع يعني طكش. لا لازم ينمد لما انا اديره امده جوا المقله هيك طلع دحبه. هل كنت بنخفف النار ومد زي ما بدي؟ شكل عين هذول استوين؟ لا لسه لسه. خليه هنا النار بكت حاميه كبير. كثير حاميه. تحط كثير كثير حاميه. هي بطولهن من عندك؟ هاي تطول من عندي. وهي إن استوين وهذا هو المشاط الاصلي اللي على النار اللي بتاكل الواحد يوكل ايديه وراه. وهذا هو المشاط بسم الله. وهي تشلها شغلتنا ربع ساعة اكلنا امشاط. واحنا بإنك الله يا ست اخبطي لك اخرى اثنين ثلاث هي فيش نار قوية. خلينا الناس تتفرج على الشغل الرسمي. هين بس هلا كيما هالحطبة. حطبة. ما احنا في خلا، الواحد مش لازم يطلع على أي إشي. شوي شوي. مدي أيوه. النار حامية، النار حامية مهمش منيح يلا. بسم الله. عادة في الدور على الغازات النار بتحميه زي هان. هو الغاز برضه بقدر الواحد يتحكم فيه يطيع اللي. هو الغاز ناره مش قوية زي هيك. وهذا هو أكلتنا الشلبية اللي من تراثنا هذه العربي الفلسطيني الكنعاني الأصيل المشاط. وهذا هو المشاط نذوقه بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ملحاته ومده ملح منيح؟ والله يجيبها من نعمة يا الله. والله الواحد بوكل دي وراهن. مش مستوية. خليه مش مستوي. واحنا دافعين حطب، ما هي الحطب والخير. وهي خلصنا أكلة المشاط من تراثنا العربي الفلسطيني الكنعاني الأصيل في برنامج على العافية.